إخواني الأعزاء ومتابعينا الكرام، تعرفوا على برنامج الصحي الجديد. مبدأنا هو الصحة أولاً والوعي سر النجاح. انقذ صحتك من إعوجاج العمود الفقري مع خبير علم الحركة الدولي دكتور عدنان السمرمد، PhD Health Sciences Atlantic International University. تعالوا معنا لنتعرف على المعلومة الجديدة للبرنامج، تأخذونها وتستلمونها من مركز علم الحركة في بغداد للدكتور عدنان السمرمد سبورتي سباين. المعلومة الجديدة هي 95% من إعوجاجات العمود الفقري هي وظيفية، أي عند التغلب على المسبب الرئيسي قبل فوات الأوان يتعافى العمود الفقري. للأسف هذه الإعوجاجات لم تحظى باهتمام الطب الكلاسيكي. وظيفة العمود الفقري تتلخص بثلاث مناطق حركية، وهي العنقية والصدرية والقطنية، وثلاث محاور هي الحركة إلى الأمام والخلف والجوانب والتدوير. هنا لاحظ عزيزي المشاهد، هذا الدياجرام، هذا الرسم التوضيحي يوضح حركة العمود الفقري إلى الأمام والخلف. لاحظ المنطقة العنقية تحصل على نسبة كبيرة في التحرك إلى الأمام والخلف، المنطقة الصدرية تكون ضئيلة في هذا المكان وتتدرج في التوسع إلى أن توصل القمة في التحرك إلى الأمام والخلف، اللي هي الفقرة الأخيرة الواقعة بين نهاية الفقرات القطنية وبداية الفقرات العجزية، اللي احنا نسميها دائما الـ5S1. ويبدي حركة تبدي حركة العمود الفقري تقل حتى تصعد إلى منطقة الفقرات الصدرية. هنا بهذا هاي الصورة التوضيحية راح أوضح لكم الحركة الجانبية. احنا ننظر هنا للعمود الفقري من الأمام، لاحظ الحركة إلى الجانب يسار أو يمين، لاحظ أنه الفقرات العنقية لها حركة وحرية بالحركة أكثر من غيرها في التحرك إلى الجانب. لاحظ هنا الفقرات الصدرية محددة والفقرات القطنية أيضا محددة في الحركة إلى الجانب، تسمى lateral left and right. أما هنا نرى حركة الدوران، لاحظ العمود الفقري من الأمام والعمود الفقري من الجانب. حركة الرقبة بين الجمجمة وأول فقرة في الرقبة اللي هي rotation left right تحظى بالحصة الكبيرة من الحركة، وتبدأ الفقرات العنقية تقل إلى أن تقل في الفقرات القطنية، وهنا تكون حركة العمود الفقري في الدوران نحو اليمين أو اليسار ضئيلة جدا، ولهذا تكمن كثير من المشاكل. كثير من المصابين يجون يقولون أني والله شلت فت حاجة ودرت جسمي هيجي على هاي الصفحة أو على هاي الصفحة وصارت عندي مشاكل بالعمود الفقري. هذا السبب انه تعدى الضغط حدود حركة العمود الفقري في المنطقة القطنية، وخصوصا في حالات الدوران اللي تكون دائما خطرة. احنا هنا نحب نوضح لكم ان العضلات الداخلية الثلاث المحيطة بالعمود الفقري هي المحرك الاصلي لحركة الجذع. هذه الحركة الرئيسية تسمى M erector spine، يعني M جاية من musculus، هذا المنظر من الخلف. لاحظ العضلة، أساس العضلة هذا الرباط اللي يربط العضلة بالفقرات العجزية اللي هي خمسة تكون متحدة، يكون أساس العضلة وتنتهي العضلة بالرأس. لاحظ هاي العضلة اللي هي على اليمين وهاي العضلة اللي على اليسار، هذني الاثنين يصعدن من الأسفل إلى الأعلى ويكون المسؤولات عن حركة العمود الفقري إلى الأمام والخلف. أنا دائما أشبهها بالماطورات للطيارة، يعني إذا الماطورين ما اشتغلن بصورة مضبوطة أو متوازية راح يصير خلل بالعمود الفقري. تلعب هذه العضلتين دورا كبيرا وبنسبة 85% من حركة العمود الفقري، فمن الضروري معرفة نوعها الذي يقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي العضلات. أولا البيضاء تمثل 10% من المجتمع،
هذه تولد حامض اللبنيك سريع، يعني العضلة ممكن تتعب بسرعة، قوية لكن تتعب بسرعة. ثانيا العضلات الحمراء، نوعية الألياف العضلية الحمراء تمثل 10% من المجتمع، أيضا تولد حامض اللبنيك لكن ببطء، يعني يحتاجوها لاعبين الماراثون المسافات الطويلة. أما الثالثة اللي هي المتجانسة تمثل 80% من المجتمع، وهذه تعتبر أرقى عضلات لأنه تمتلك القوة والصلابة والمطاولة في نفس الوقت. تولد حامض اللبنيك فيها يكون معتدل، إن سرعة تولد حامض اللبنيك يلعب دورا كبيرا في ظهور الألم في العضلة نتيجة الإعياء. من تتعب العضلة راح تنطيك إعازات تجمع حامض اللبنيك بيها، ولازم أنت تتوقف وإلا يصير إعياء ويصير بيها يصيبها التمزق المجهري. هنا عندك عضلات مهمة جدا، أم كوادراتوس لومبوروم، هذا المنظر من الأمام، لاحظ القفص الصدري، لاحظ العمود الفقري، لاحظ وين مرتبطة هذه العضلات بالفقرة الأخيرة ومرتبطة بالحوض. هذه ممكن تكون أيضا مكانات للألم في العمود الفقري من خلال الشد أو الاعوجاج أو غيره. هذه الجانب الآخر، هذا الحوض من الأمام نراه إحنا الآن. هذا المنظر من الأمام لعضلات جدا مهمة اسمها M إليوبسواس. M قلنا إحنا جاية من موسكولوس، إليوبسواس اللي هي مرتبطة بين هذه المنطقة العمود الفقري، ولاحظ أخي العزيز وين تروح ترتبط، هذا عظم القدم، عظم الفخذ، فخذ الرجل اللي هو يسمى فيمور. فترتبط العضلة بالعمود الفقري، لاحظ هاي كل هالمكانات إذا صار خلل بالعضلة ممكن تسبب آلام، هذا من داخل العمود الفقري، هذا خارج العمود الفقري الخلف، وهذا الأمام داخلي، يعني عضلات البطن تكون بعيدة عن هذا، هذا مباشرة هنا. هذه العضلة تلعب دور كبير في آلام الظهر عند النساء، لأنه دائما تكون في حالة تحرك، الحوض يتحرك عند النساء وخصوصا في حالات الحمل وكذا، على مود يدخل الجنين إلى هاي المنطقة. خلال هذا التحرك راح تصيب هاي العضلات بين الشد والارتخاء، وتتعرض إلى التمزق في بعض الأحيان، ولهذا تفقد وظيفتها وتسبب مشاكل للعمود الفقري عند النساء أغلب شيء. عند الرجال ما يعانون من هذا إلا بشكل بسيط. إحنا مهمتنا أن نوضح لكم أنه سبب حركة الجذع هي هاي ثلاث عضلات، أم الركتور سباين العضلات الداخلية للعمود الفقري اللي هي اليمين واليسار، عندك هناك كوادراتوس لومبوروم اللي هي اليسار واليمين، وهنا عندك إليوبسواس اللي هي اليسار واليمين، ولاحظ ارتباطها بالرجل وشنون تكون فعالة في حركة العمود الفقري الثلاثية الأبعاد. تقسيم الاعوجاجات أو تقسم الاعوجاجات في العمود الفقري إلى عدة أنواع وأشكال، أولها الوظيفي ويسمى علميا functional، يعني وظيفي، الوظيفة مع العمود الفقري اتضررت بسبب ما معين راح نتطرق له في الوقت القادم. البنائي أو الولادي ويسمى علميا structural، هذا يا أما يخرج الجنين من بطن أمه للدنيا هو عنده اعوجاج، يا أما يجي وراء 3 سنين، يا أما يجي وراء 6 سنين، يا أما يجي وراء 9 سنين إلى 12 سنة. هذه كلها تسمى ولادية، صحية مو من البداية لكن اكتسبها خلال فترة النمو فتسمى structural بنائية. كذلك توجد نوعية ثالثة من الاعوجاجات تسمى idiopathic scoliosis اللي هي وظيفية وتحولت إلى بنائية. هذه النوعية من الاعوجاجات دوخت العلماء لأنه ما حد يعرف ليش دي يجي هذا المرض، عمره سنتين يحول الجسم العمود الفقري، جسم العمود الفقري إلى أغلب شيء حرف S اعوجاج scoliosis، وعمره سنتين يبدي وينتهي خلال سنتين، موصل الجسم إلى فالدرجة 30 أو 40 درجة، ما حد عرف يسيطر عليه. إحنا إذا قدرنا يعني نحصل المريض في وقت تكون المرض نقدر نغير من مساره، لكن إذا قفل هذا بعد صعب تغييره. هنا عندك أنت دتلاحظ على العمود الفقري والأنواع مال الاعوجاجات،
أول شيء أنت فكر أنه أنت تتباوع على المريض من الأمام، يعني هذه الصفحة اليمين هاي الصفحة اليسار، صفحة اليمين صفحة اليسار، يعني هو دي يباوع عليك وأنت تتباوع عليه. فأنت إيش راح يصير عندك؟ أول أعوجاج اللي هو أصعبهم تقريبا يسموه S form أو S shape scoliosis. هذا طبعا هو تلاحظ الاعوجاج ماله أسفل الظهر يعتبر على اتجاه اليسار، فيسمى اسم هذا الاعوجاج تراكولومبار S shape. thoracic right convex، الثوراسيك رايت كونفكس يروح على الجهة اليمين، لأن هذا عندما يروح على الجهة راح يصير وياه تدور فيسمى كونفكس. أما الأسفل لومبر ليفت كونفكس سكوليوزس، يعني اعوجاجين، اعوجاج هنا واعوجاج هنا. أما في هذه الحالة ترى سي شيب سكوليوزس، ثوراكولومبار سي شيب رايت كونفكس سكوليوزس. ليش؟ لانه رايحه على اليمين، الاعوجاج والتدوير رايح على اليمين، احنا ناخذ الجهه وكانه هو ديباو عليك. هذا هنا عندك النوع، تلاحظ باللمبر عندك اعوجاج رايح على هذه الصفحه فيسمى رايت كونفكس لمبر سكوليوزس. هنا عندك هذا ثوراسيك شيب، يعني يصيب منطقة القفص الصدري وذاهب إلى اليمين، وممكن يكون إلى اليسار، إذا صار لليسار نقول سي شيب ليفت كونفكس سكوليوزس، بس هذا الآن هنا رايت كونفكس سكوليوزس. الاعوجاجات الوظيفية هي الأكثر شيوعاً وتمثل 95% من مشاكل العمود الفقري. إن سبب البلاوي المكتسبة في العمود الفقري كالانزلاقات والسوافالات يعود بالدرجة الأساس للإعوجاجات الوظيفية، لهذا يعتبر التخلص منها هو أفضل ما يفعله الشخص للعيش بعيدا عن آلام الظهر. لاحظ أخي العزيز، هنا عندنا مريض إجانا مراجع عنده إعوجاج نسبة 23 درجة، كان ما يقدر يمشي بصورة مستقيمة. من خلال العمل العضلي إحنا حاولنا نقلل خلال 18 جلسة الإعوجاج من 23 إلى 8 درجات بتقويم العمود الفقري، اختفت الآلام هذه ورا 18 جلسة. طبعا احنا وراها اخذنا بعض جلسات وقدرنا نعدل بعد فد 4 الى 5 درجات بحيث اصبح شبه طبيعي. والشخص اتصل بي قبل فترة، صار له سنة ما عنده آلام وهسه رجع يمارس حياته ويتدرب حديد، وكملت له الكورس التدريب مالته اللي راح يمارسه بصورة طبيعية ورجع للعمل، وهذا شيء مشرف يسعدنا أن نسمع هاي الأخبار. عندك هذا المراجع عنده اعوجاج بالعمود الفقري، لكن هذا سبب العضلات، ما عنده فرق بطول الأرجل، هذا عنده فرق بطول الأرجل من 7 مليمتر، لكن هذا ما عنده فرق بطول الأرجل وصار عنده هذا الاعوجاج. إذن الاعوجاج هنا راح يكون هماتين السبب الرئيسي مالته هو عدم توازن العضلات. فإحنا في هذه الحالة نعالج المريض أو المراجع بهذه الطريقة، ونعالج نفس الطريقة هنا هذا المراجع. لاحظ أخي العزيز هنا شلون صار الضغط على الغضروف بسبب الاعوجاج، هذا هو موضوعنا اليوم. لاحظ هنا شلون الفقرة انفتحت، هنا شلون ضغطت. إذا الغضروف طلع هنا راح يطق ويضرب العصب وينزل لي جوا، هذا نفس الشيء، أو يندفع إلى هاي الحالة، فالحالة بالأكثر يطلع على هذه الجهة ينفلق الغضروف أو هنا يندفع. فأنت عندك بالحالتين هي مشكلة في العمود الفقري. أغلب شيء الطب الكلاسيكي يسميها وجود انزلاقات وتعال أسوي لك عملية، لكن هو السبب الرئيسي هو الاعوجاج. إذا ما يرفع الاعوجاج حتى لو يسوي له عملية راح يرجع الانزلاق يصير مرة أخرى. لاحظ أخي العزيز هنا 19 درجة عفواً هذا الاعوجاج، احنا قدرنا بفتره وجيزه نحوله الى مينيموم 18 جلسه وتخلص المراجع من هذه الالام. واحلى شيء هو احتفله بعد تعديل هذا الاعوجاج، هو كان زواجه، هو كان شاب ويشتغل في مكان حساس وكان محتاج ان يعيش حياته الصحيه ويتخلص من هذا الاعوجاج حتى يروح يعيش حياته الطبيعيه، فتزوج والحمد لله والشكر، صار له سنه اني ما شفته، يعني الظاهر مشغول منشغل بالاطفال والحمد لله والشكر. الأشعات العادية من وضع الوقوف تكشف الفرق بطول الأرجل،
يعني توجد طريقتان معترف بها دوليا لقياس الفرق بطول الأرجل، اللي هي أولها الأشعة للحوض من وضع الوقوف والتصاق الأقدام، يعني القدمين يصيرن بصورة صحيحة والأرجل تصير صحيحة. هنا تلاحظ هذه العلامة على أنه الأرجل مطبوقة من الأسفل، وتسمى X-ray hips pelvis with AP standing، يعني من الوقوف. لاحظ أخي العزيز كيف يظهر لك هذا الفيمور هيد، شلون يظهر عندك هنا أعلى من هذا. لاحظ الفرق هنا وهنا، لاحظ الفرق بارتفاع هذا أو هذا، لاحظ الفرق، وهذا الفرق سبب لك الاعوجاج. هذا إذا الاعوجاج هنا هيك الفوق راح يصير أكثر. فلاحظ أخي العزيز هنا شلون توضحت الصورة بالوقوف. للأسف بالعراق ما حد ياخذ أشعات بالوقوف، فضيعوا 90% من تشخيص مشاكل العمود الفقري الحقيقية أو المسببات. هنا عندك أشعة معترف بها أيضا دوليا اللي هي يسموها أورثو راديو دياجرام ليجز. هنا يقيس لك العظم للرجل من الفيمور والتيبيا، هذني من إلى هنا يقيس لك إياها، ويقدر حتى يطلع لك هذا العظم مش قد طوله وهذا العظم مش قد طوله. هنا قايس لك من إلى هنا، نطلع لك هذه الرجل اللي هي بالأحرى اليمين 729 مليمتر، وهنا 722 مليمتر، يعني الفرق تقريبا 7 مليمتر. وهذا هذه الطريقة تعتبر من الطرق العالمية اللي تدرس في الجامعات لقياس الفرق بطول الأرجل، وتكمل بهذه الصورة. احنا نريد نقول ملاحظة مهمة، العظام تنمو حتى عمر ال 17 سنة، أما العضلات فتتكيف لنمو الهيكل العظمي وتنمو حتى عمر ال 21 سنة. هذه المرحلتين مهمة جدا في العلاج، لأنها تستطيع أن تغير اتجاه النمو بالطريق الصحيح. انتبهوا، انقذوا أولادكم، الشباب انقذوهم بهاي الفترة إذا لاحظتوا عليهم أي ميزة من هذه الاعوجاجات، إذا كان كتفه أعوج أو إن كان ظهره مو صحيح أو كان يمشي يغزل شوية، أنتوا حاولوا تنقذوه حتى لا تصير عنده المشاكل بالمستقبل. شقد ما تنقذه بهذا العمر شقد ما أحسن لك. حتى هذه الأشياء انطرحت علميا وتطبق الآن بحذافيرها في ألمانيا. لاكتشاف الاعوجاج في العمود الفقري نحتاج الأشعات العادية من وضع الوقوف. عندك الأشعات العادية اللي هي AP lateral، هذه المهمة للمبوساكرال سباين بالوقوف، لأنه هنا راح نشوف وزن العمود الفقري لما نشايل وزن الجذع، فتطلع عندي الاعوجاجات الحقيقية وأقدر أعرف كل فقرة إيش قد ميلان وبيا اتجاه رايحة. حتى هنا نتلاحظ كيف العمود الفقري راجع للخلف ودي يضغط هنا على الأعصاب، دي يضغط، لاحظ هاي الفقرة إيش قد راجعة لورا، هاي الفقرة راجعة، هاي الفقرة راجعة، وهذه الفقرة هم راجعة. هذا كله يضايق المخرج مال الأعصاب، بحيث هنا يصير عندك irritation. هذا القوس الحقيقي لهذا العمود الفقري هو بهالشكل، لكن إذا كل فقرة رجعت 3-4 مليمترات إحنا خسرنا 10 مليمترات هنا تقريبا. فهذه الحالات اللي إحنا نحتاجها في التشخيص، أشعات من وضع الوقوف حتى نعرف الستركتشر مع العمود الفقري لما شايل وزن الجذع. إذا إحنا شكينا أكو تقوس معين في ظاهر المراجع اللي يسموه موربوس شويرمان، هذا الموربوس شويرمان مرض يصيب الشباب خصوصا في حالة البلوغ لما الجروث هرمون يكون ناقص للكالسيوم والمغنيسيوم، فيأثر على بناء الفقرات ويغير من شكلها بحيث ما تقدر تكون بالصورة الصحيحة. هذا التقوس هسه تقوس كلش كبير ومؤثر. هذه المراجعة جتي ويا أمها عمرها 13 سنة، ووالدتها قالت لي شوف ليها، وطلع عندها هذا الاعوجاج الجانبي المقرون بالتقوس. فهذا احنا نسميه تراكولومبال سباين اي بي لاترال ستاندينج. هاي التشخيص هذا المرض يسمى كيفوسكوليوزيس، كيفوسكوليوزيس اللي هو كومبينيشن بين الاعوجاج والتقوس. انتبهوا عليه اخوان، هذا هنا عندك فقط تقوس، هذا مريض اخر، هذه طفلة عمرها 13 سنة او شابة خلينا نقول. هذه الأشعات اللي احنا نحتاجها حتى نعرفها، فأنت لازم تاخذ أشعة بالوقوف حتى يبين عندك البناء الحقيقي للعمود الفقري لما نشايل وزن الجذع وتحت تأثير الجاذبية.
كيف يتم تشخيص الخلل الحركي في العمود الفقري بأحدث تكنولوجيا في العالم، وكيف تعمل هذه التكنولوجيا؟ هذا الجهاز اللي أنا اخترعته هو طبعا من أحدث الأجهزة بالعالم، وطبعا هو أصبح أحدث أجهزة بالعالم لأن قدر يخلص الناس من مشاكل الطب الكلاسيكي كان عاجز عن الحديث عنها، وخلصنا ناس كثيرين وعدلنا الاعوجاجات. احنا إن الشرف أن نكون أول من عدل الاعوجاجات بالعمود الفقري بدون أي تداخل جراحي، وهذا يجي عن طريق قياس العمود الفقري أو أبعاد الثلاثية. لاحظ هنا أخي العزيز، هذه الأبعاد الثلاثية اللي احنا نقيسها للعمود الفقري، هذا الليفت رايت، هنا الفلاكشن اكستنشن يعني الحركة إلى الأمام للخلف، هذا الحركات هنا يقيس لك الأبعاد والقوة اللي جاي يصير على العضلتين اليمين واليسار اللي شفناها احنا بالصورة السابقة. شنو ميزة هذا الجهاز؟ الجهاز يحول حركة جذع الإنسان من أنالوج إلى ديجيتال، يعني أنالوج حركة يحولها إلى شيء رقمي حتى احنا بعدين نحسبه ونتعامل وياه ونقدر نطوره، وبهذا يشخص ويعالج الخلل الحركي لأبعاد الثلاثية العمود الفقري، ويقيس كل نيوتن، كل واحد عشر من الكيلوغرام يقيسه، وكل درجة في حركة العمود الفقري ثلاثية الأبعاد. كذلك يعادل وزن الجذع مع الجاذبية ليغير تأثير القوة العمودية على الجذع بسبب الوزن الذي يمثل 60% من وزن جسم الإنسان، يعني وزن جذعك يمثل 60%، وهذا ينحمل أو يتحرك من خلال العضلات وتساعد المفاصل والعظام بإتمام الحركة. كذلك يستخدم الجهاز وزن شخص الجالس عليه لتوريد مقاومات مختلفة الشدة لتطوير قوة وتوازن عضلات الظهر وحسب احتياج الجسم. طبعا هذا الجهاز هو مسجل في براءة اختراع وحصلت عليها أنا سنة 2000 بهذا الرقم. أي شخص ممكن يسوي هذا كوبي بيست ويروح يشوفها على جوجل تطلع للتفاصيل، فإذا أنت ما تقدر تعرف تسوي كوبي بيست على مود تعرف هاي المعلومات، إذن المشكلة صعبة، ما راح نقدر نعلمك أكثر من نقول لك سوي لهذا الرقم. أنا كعالم أنطي رقم، والرقم انت تقدر تسوي له كوبي بيست وتنشره وتعرف الارقام الحقيقيه وتقدر تتطور. مكتوبه بالانجليزي والالماني والفرنسي، خاف واحد يقول انتوا كاتبيها بالالماني احنا ما نفهم الماني، او بالانجليزي احنا ما نفهم انجليزي، او بالفرنسي، يعني عندك بثلاث لغات، فحاول تتطور باخذ هاي المعلومات. ليش احنا دنقول هذه تكنولوجيا حديثه؟ اولا هذه التسميه جت من الالمان مو من عندنا، احنا اخترعنا هذا الجهاز وبدا العالم يعرف احنا ايش بدنا نسوي. فالتسميه اتت من الالمان عندما نشروا مقال في عام 2010 عن وجود هذه التكنولوجيا الحديثه بمعرضهم الشهير ميديكا، بعد ان عرفوا بان جهازي هو اول جهاز بالعالم يقيس الفرق في العضلات الداخليه العمود الفقري بين اليمين واليسار بما يسمى علميا ملي سكند، اللي هي هاي تك 3 دايمنشن. ملي سكند يعني الجهاز يقيس لك هنا بسرعة فائقة 1/1000 من الثانية، ويقيس الثري دايمينشن، فاعتبره الهاي تك. هذه الملاحظة المهمة أحب أوضح لكم إياها، هاي التكنولوجيا اللي ملي سكند هاي تك ثري دايمينشن، هذه التكنولوجيا تستخدم بتقاطع الصواريخ الحربية، لأن ثري دايمينشن وملي سكند، ونحن أول من استخدمها لأغراض سلمية تخدم صحة الإنسان وتخليصه من الألم. فعلى اللي يريد يحاججنا لازم يبدي يعرف هو أول شيء شنو يعني الملي سكند تكنولوجي، هاي تكنولوجي 3 دايمينشن. إذا عنده معلومات راح يقدر يفهمنا، إذا ما عنده معلومات راح يصير مشكلة وياه، لأن الناس أعداء لما جهلوا. نتمنى أنه الناس ما تفكر بأفكار أخرى، مجرد تحاول تطور معلوماتها وتطور توسع افقها حتى تفهم شلون تطورت التكنولوجيا. احنا بالنهايه كل هاي التفاصيل والمعلومات عن بحوثي العلميه وتجربتي العمليه منذ 20 سنه في سويسرا والمانيا والعراق وامريكا منشوره في كتابي الموسوم The Undiscovered Causes of Lower Back Pain. هذه 22، يعني انت تقدر تكتب هذا، هم تسوي له كوبي بيست وتنزله او تكتبها على جوجل يطلع لك الكتاب، تجدونه على الامازون. هذا الكتاب معروف، هنا تقدر تكتب التايتل هذا كله
The Undiscovered Cause of Lower Back Pain 22 على amazon.com، أو تكتب اسمي هذا الثلاثي يطلع لك، أو تكتب هذا المعلومات كلها تطلع لك، فتقدر تستفاد منه. سعره كلش سهل وبسيط، يكلف $5، راح تاخذه ب100 ورقة تستفاد منه علميا وعمليا. طور معلوماتك، احنا هم انني نترجمه للعربي بس ان شاء الله بالفترة القادمة لما تسنح الظروف. الخلاصة هي ان عجاجات العمود الفقري هي سبب كل مشاكل العمود الفقري المكتسبة، مثل الانزلاقات والسوفانات التي تؤثر على صحة وسعادة الفرد والمجتمع. اولا، تشخيص الاعوجاجات بعمر من 14 الى 18 سنة يساعد على تفادي اغلب مشاكل العمود الفقري المكتسبة. ضعف العضلات الداخلية للعمود الفقري هو احد الاسباب الرئيسية للاعوجاجات. كذلك عدم التوازن بقوة العضلة الداخلية بين اليمين واليسار العمود الفقري يؤدي إلى الانحراف باتجاه العضلة القوية. أما الفرق بطول الأرجل بين 3 إلى 9 ملم فيلعب دورا كبيرا في الاعوجاجات الوظيفية للعمود الفقري، وهي تعتبر الأكثر شيوعا بين الاعوجاجات. العلاج الناجح يعتمد على كشف المسببات والتغلب عليها ليتم القضاء على جذور المشكلة. هنا تلعب العضلات دورا كبيرا في تصحيح وظيفة العمود الفقري الحركية وتخليصه من الانحرافات التي تعرقل حركته. 80% من المجتمع يمتلكون عضلات جيدة، وباستطاعتهم استخدامها وإدخالها بخدمة صحتهم لسلامة العمود الفقري. من أهم واجباتنا توضيح إمكانية أي شخص جسديا ونفسيا العمل على التخلص من مشاكل الظهر، ولكن للأسف توجد حالات وصلت الحد الأعلى للمرض الذي يحدد نجاحنا مع المراجع. هنا نطلب تفهمكم. العمر والوزن يلعبان دورا مهما في النجاح، كذلك عمل العضلات الداخلية العمود الفقري وتقبلها للتطور يحقق التخلص من الألم. أما الأشعات من وضع الوقوف للحوض والعمود الفقري فتوضح بالدرجة الأساس مسببات المشكلة في العمود الفقري، وهذا لا يحققه الرنين المغناطيسي للأسف، لأنه يؤخذ من وضع التمدد عندما تكون الفقرات في وضع السكون والعضلات في حالة الارتخاء. هنا أشكر مروركم العطر أخواني الأعزاء ومتابعي الكرام، وأتمنى من الله أن يقدرني على مساعدتكم للتخلص من الألم آلام الظهر. لكن لا تنسوا بأن الشفاء من الله، لكنه جعلنا سببا ورزقنا المعرفة وإمكانية التوجيه، ونتشرف بتأدية الواجب بما يرضيه. أخوكم العالم العراقي والخبير الدولي بعلم الحركة دكتور عدنان السمرمد، حامل شهادة الدكتوراه بعلوم الصحة من جامعة أتلانتيك إنترناشنال، PhD Health Sciences Atlantic International University. تابعونا على الفيسبوك واليوتيوب للحصول على أحدث منشوراتنا من أجل تطوير صحتك التي تحتل الأهمية الكبرى في الحياة. يمكنكم الضغط على زر اللايك في الفيسبوك أو السبسكرايب على اليوتيوب لمتابعتنا وإسنادنا في تطوير ونشر الوعي. نشر الوعي كفاعله. الصحة والسلامة أولاً، وهنا نتمناها لكم. تحياتي ومعالف سلامة.